الشاوي او المحلي ديال المجلس مع الاغناء ديالو من طرف مقترحات اخرى، ولكن السؤال كيبقى هذا المخطط الجميل اللي فيه مقترحات بحيره وفيه مقترحات في مخططات اخرى جمعيه اخرى، كيف السبيل الى بلورته عمليا داخل المخططات ديال المجالس؟ هنا غيطرح الاشكال، الاشكال واش المجتمع السياسي، كنقول المجتمع السياسي اللي كنقصد به المسؤولين المعينين السلطات وكذلك المنتخبين، المجالس الجهويه، المجالس الاقليميه، واش هي عندها الاستعداد المبدئي للاستماع للمخططات والمقترحات المجتمع المدني، يعني اشراك المجتمع المدني في بلوره التصور ديال تسيير الشان العام؟ هذا السؤال غيقود لنا نحن مجموعه الاشكالات، لانه بدون اشراك المجتمع المدني والمثقفين في بلوره التصور الشان العام ما غاتكونش التنمية، ما غاتكونش التنمية. والحال أننا كنعرفوا الأحزاب ديالنا المغربية والنخب السياسية اللي كتنتجها في دايرة، واش هي نخب سياسية غتقدر فعلا تسمع للمخططات أو لا؟ في هذه الحالة إذا اتفقنا على أن النخب السياسية والأحزاب السياسية والمسيرين الشأن العام اللي كتنتجهم هم في جزء كبير منهم لا يستطيعون وليست لهم القدرة المعرفية والثقافية والخبرات العمل الجمعوي والحزبي اللي تمكنهم باش أنهم يشاركوا المجتمع المدني، شنو كيبقى الحل؟ شنو خصنا نديرو؟ لأن الخوف هو أن يكون عندنا فاعلين جمعويين ومثقفين كيخدموا 10 سنوات و 15 بحال اللي وقع لمجموعة الناس وكيتصابوا اليأس، لأن دائما المخططات ديالهم والمقترحات كتضرب مع الجدار الأصم وكتقول ما كتعملش حتى راجع الصدى وبالتالي كينسحبوا. وهاد الناس راه حنا كنعرفوهم، انا كنقول لا انا لا اتخوف على الجمعيه، ولكن كنقول نتمنوا ما نطيحوش في هذه الحاله ديال الياس الجمعوي اللي كلنا امل هذا. اذا خصنا شي حل، كاين مساله اخرى اللي اقترحها السي وليد ديال المساله ديال التراث، كيفاش حنا التراث بحال المنظور ديال القضامير، التراث فعلا هو ليس ماضي ما فتئ يمضي، هو ماضي ما فتئ يمضي ولكنه ما فتئ يحضر في الان وفي المستقبل. هو الفهم الصحيح للزمان يعني التمبوراليتي وكيفاش خصنا نتعاملوا مع الزمان والتاريخ، وهذا فهم معرفي باش وصلوا انت لمنتخب المجلس او منتخب الجماعه او منتخب كذا، راه مشكل كيفاش غادي توصلوا له، هو كيفهم التاريخ شي حاجه ماتت، كيفاش غتوصل له هذه المفاهيم هذه بحال اقترحها السي وليد، كيخص يكون النخبه المثقفه حاضره. اذا في وسط هذه الاشكالات هذه ديال الشق اللي كاين بين المثقفين، شق ماشي كنقول زعما عداوة انما شق بين المثقف وبين السياسي، كنلاحظوا لان التنمية كإشكال حتى داخل الدول اللي قطعت اشوار، الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت هي مهد للتنمية حتى داخل هذه الصراع حول فهم التنمية، خا داخل المجتمع الديمقراطي دونالد ترامب يفهم التنمية بشكل ليس كما يفهمه الجمهوريين الديمقراطيين. الديمقراطيين يفهموا التنمية من الأسس ديالها هي مثلا التغطية الصحية، الإشراك ديال الفقراء، الانفتاح على المرأة، حرية الإجهاض، حرية كذا، عندهم مفاهيم ديالهم، يعني التنمية عندها خلفيات معرفية ولسفة، في حين دونالد ترامب عنده جمهوريين عندهم فهم آخر للتنمية، التنمية عنده هو أنه يقطع على الفقراء التغطية الصحية باش يتحفزوا وينوضوا يخدموا، أنه يقطع الضرائب يرفعها، أنه الإجهاض ما بحقوش يكون لأن عنده خلفية يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان كاين فهم آخر للتنمية، اليابان دولة رأسمالية ديمقراطية ولكن داخل اليابان التنمية كتكون داخل ناخذين مثلا شركة يابانية لو باترون ديال الشركة ملي كيدخل عنده المستخدم كيحني هكا تماما، وملي كيخرج يقدر ما يعطيش بالظهر يخرج، ولكن بالنسبة لي هما دي ماشي ضرب في الديمقراطية أو في كرامة الإنسان أو في كرامة المواطن، هما بالنسبة لي هما دي ثقافة، ثقافة يابانية عندها آلاف السنين وبدونها ما يمكنش تكون تنمية، وبالتالي المسألة ديال المصلحة الفردية عنده هو الياباني، المصلحة الفردية كتجي بعد المصلحة الجماعية ديال الشركة، في حين أن داخل الولايات المتحدة الأمريكية المصلحة الفردية هي الأولى، هو بجوج منهم نظام رأسمالي، ولكن بالنسبة للدول الآسيوية عندها ثقافة أخرى ومنطلقات أخرى، وخا كيلتقيو في الديمقراطية ولكن بالنسبة لهم الفرد يدوب داخل الجماعة. إذا شو الاختلافات وكاين اختلافات في أنا كيفاش كنفهم التنمية وأنت كيفاش كتفهم التنمية، هذه في الدول اللي قطعت أشوار، فبالأحرى بالنسبة لنا حنا في المغرب اللي بقى ما قطعنا والو. إذا هو إشكال حقيقي
والإشكال إذا بغينا نلخصو بجملة واحدة هو أن الإشكال ديال التنمية عندنا في العالم العربي إذا تحدثنا على التراث تحدث عليه الأولين عدم حضور التراث في سيرة الشأن العام، عدم حضور التاريخ، عدم حضور الجغرافيا، عدم حضور الفيزياء، عدم حضور الشعر، عدم حضور الفلسفة. يعني الشأن العام ما يمكنش يكون بدون حضور المعرفة. الغرب عنده واحد الوعي، الغرب وصل لواحد الوعي منذ القرن 16 على أن المعرفة لها سلطة والسياسة لها سلطة والجيش له سلطة، وبدون تدافق ديال هاد ثلاثة السلطات لا يمكن للتنمية أن تتحقق. ولهذا فاسكو دي غاما البرتغالي المستكشف الشهير من جهة البداية لقى مجموعة ديال السوسيولوجيين والجغرافيين والمؤرخين وقال بأنه باغي يوصل للهند انطلاقا من المحيط الأطلسي. كانوا معاه الناس بالمعرفة اللي كيقولوا هذا الشيء اللي كيقول فاسكو دي غاما صحيح، ولكن بالنسبة لإيزابيلا وفيرناندو الزوجين ما تبقوش يرفضوا وخاش انهم متعرفين انتهى كتحرقة، لأن ديك الساعة في العصر من قبل كان باقي السلطة السياسية معادية للسلطة المعرفية. كنيسة كاين عداء الكنيسة والسلطة السياسية كيعادوا السلطة المعرفية بصفة عامة، وكتبدا سمون سقراط. سقراط باش تغتال قال في المراسلة ديالو، قال إذا كان التعيين ديال الناس الشباب هو دليل على أن يفسدهم فأنا سأستمر في إفسادهم. ولكن المجتمع السياسي اغتالوا على جنب، لأن في العالم القديم كان الصراع السلطة السياسية ترى في السلطة المعرفية تطاول على اختصاصاتها وتنافس ضد محاولة إزاحتها. لهذا فاسكو دي غاما ترفض العرض ديالو ولا طلع به عاوتاني من فرنسا وترفض عمل مجموعة محاولات عاد تقبل العرض ديالو. ومن تقبل كان فيه الاكتشاف اكتشافات فاسكو دي غاما اللي تجذب ثروات الامبراطوريه الاسبانيه وغتجيب مجموعه ديال الخيرات وغتساهم في التنميه. غيبداو يفكروا هما كذلك ما كريستوف كولومبوس، غيبداو يفكروا انهم يقيموا تحالف بين المعرفه وبين السلطه السياسيه والسلطه العسكريه. لهذا حنا في قصر كبير كان عندنا ميشو بولير، ميشو بولير كان راه رجل سوسيولوجي يعني كيعمل عين الشباب باش يسكن في المغرب، ولكن حنا بالنسبه لنا حنا ما عرفناش، حنا كان كيصلي من الناس هو امام في الجامع، ولكن بالنسبه للاوروبيين هم عارفين صافي واحد الراجل ديال المعرفه يعمل صدر الاخبار وشفت كل هما هاد العائلات اللي مسيطرين هاد الضوض هاد كذا هاد كذا العائله تكسر كامل تكسر جوج قطاع الله ما كاين تقريبا عام عمل هو عمل جرد عمل جرد ديال العائلات ديال العب ايش عمل هذا الجرد عمل شنو؟ جغرافيا وتاريخ علاش عمل هذاك الجرد باش يضبط فين هي المواقع ديال مقاومه الاستعمار وفين الاسر اللي خصنا نتعلموا معاهم الحضاره فين هالمعرفه القوة المدينة وكيعرفوا والسلطة وهو من عمل هذه المسألة هذه كيشبر ديك التقارير ديالو كيصيفطهم للسلطة السياسية، والسلطة السياسية ما يمكنش تبني الخطوة ديال التالية إلا بناء على التقارير اللي طلع بها والشغلات وبقى لنا سنوات هذيك كيشوفوا بأنه كان مجرد واحد من المبشرين المدسوسين وكيصلي الناس في الجامع. كذلك نعطيكم مثال آخر، دابا من بعد أحداث فاسكو دي غاما وكريستوف كولومبوس وهذا الغرب وعى بأن العلماء ديالو سواء كان نيوتن اللي غيكون خصنا ضروري نمولو نيوتن خص ضروري ما نحرقوش كوبرنيك خص ضروري ما نحصروش غاليليو، غيوعى لان من بعد هاد الاسد ديال الصراع وعى هاد المساله بان التنميه ما غيمكنش